الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير حلم الثلج في المنام، فتابعونا وما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. تفسير حلم الثلج للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. يقول الإمام ابن سيرين: إن رؤية الثلج في المنام تدل على الخير والبركة ووجود حالة من السكون والهدوء. إذا رأى الشخص أن الثلج يذوب دل ذلك على خسارة الكثير من الأموال أو استنزاف كم من هائل من طاقة صاحب الرؤية. إذا رأى الشخص أن الثلج يعيق طريقه دل هذا على أن الرأي سوف يواجه الكثير من الصعوبات من أجل تحقيق ما يريده من أحلام. يرمز الثلج في المنام لابن سيرين إلى المصاعب الحياتية والمصائب التي تنزل بالإنسان وتعيقه عن العيش بسلام. ويذهب ابن سيرين إلى اعتبار أن الثلج يرمز إلى الأمراض والآلام وتسكين هذه الآلام أيضا. وإن رأى الشخص أن الثلج ينزل على مكان ما فإن هذا يشير إلى أن الكثير من الأشرار في هذا المكان، كما تدل ذات الرؤية السابقة على أن أهل هذا المكان سوف يتعرضون لكارثة كبيرة. وتدل رؤية الثلج أيضا على الكوارث المادية التي تؤدي إلى الفقر وتزيد من جديته عند الكثير من الطبقات. ويرى الإمام ابن سيرين أن الثلج لا يدل بالضرر على المصائب، فقد يدل على المنافع، ولكن المتداول أن معظم الحالات التي طار فيها الناس الثلج كانت رؤياهم دل على أمور صعبة وفترات عصيبة وظروف قاسية. أما إذا كان الثلج ينزل في وقت غير وقته فهذا يكون دلل على المصائب والقهر والظلم الذي يمارس ضد الرأي. وإن كان نزول الثلج كثيفا وغزيرا فهذا يرمز إلى الصعوبات والحياة القاسية التي يتعرض فيها الشخص لكافة أنواع الظلم والجفاء. وفي حالة كان الرائع على سفر فهذه الرؤية تعبر عن أن سفره لن يكون سهلا بل سيكون شقا وطويلا. يدل تفسير حلم نزول الثلج على الرزق والبركة وشيوع الخير بين الناس وتوفير السلع والأطعمة لمن كان فقيرا أو جائعا. ويعد نزول البرد في المنام دلا على الفرج بعد الضيق واليسر بعد العسر والتحول التدريجي في نمط الحياة حيث تغيير الموسم. إذا رأى الشخص المريض في منامه تساقط الثلج بقوة دل ذلك على التخلص من الأمراض والشفاء العاجل، وسيكون ذلك بعد معاناه وشدة كبيرة. إذا رأى الطالب تساقط الثلج دل هذا على النجاح والتفوق بعد الضغوط والمصابرة وعمل شاق. ويكون تفسير نزول الثلج في المنام مذموما إذا أضر البلاد والعباد وأفسد الزرع والنسل وأدى لوفيات ودمار وشيوع فتن. وقد تكون رؤية نزول الثلج في المنام محمودة، وذلك إذا حدث عكس ذلك حيث زيادة الأرباح وتدني معدل الفقر بين الناس وزيادة الرخاء والخيرات وتداول التعامل الحسن والمحبة بين الخلق. يقول ابن شاهين: إن رؤية الثلج في المنام تشير إلى البهجة وراحة البال والاستقرار في الحياة نظرا لما يتركه الثلج من أثار محمودة عند أهل المشرق. كما يدل الثلج في منام المريض على الشفاء من الأمراض وعلى السكينة والتعافي والتمتع بقدر لا بأس به من النضارة والصحة. وعند رؤية نزول الكثير من الثلج فذلك يرمز إلى تحقيق الأهداف بعد جهد كبير بذله الرائي، ويعقب ذلك سماع العديد من الأخبار السعيدة التي تبهج نفسه.
أما رؤية هطول الكثير من الثلج في موسم الشتاء فهذا يدل على التخلص من الهموم واستجابة الدعاء. عند رؤية الشخص الثلج على شكل مكعبات فإن رؤيته تدل على الرزق بالمال والعمل على تأمين الاحتياجات للأوقات الصعبة. ذات الرؤية السابقة إذا شاهدها الشخص وكان يعاني من مشكلة صحية فإنها دليل على الشفاء من المرض. وترمز رؤية مكعبات الثلج في المنام إلى المشاعر الكثيرة التي يكتمها الشخص في نفسه ولا يبوح بها إلا بعد فوات الأوان. إذا رأى الشخص أن الأرض التي يسير عليها مليئة بالبرد والثلوج ولكنه قادر على السير عليها دون أن يصيبه ضرر فإن ذلك يكون دلا على الرزق الكثير والمال الذي سوف يحصده قريبا. وتكون هذه الرؤية إشارة أيضا إلى الصبر والمصابرة والعمل الشاق والرغبة الحقيقية في الوصول إلى الهدف مما تشابكت السبل وكسرت العراقيل. وعند رؤية الشخص لثلوج تغطي الأرض وكان بها زرعا فإن تلك علامة على أن الرأي سوف يستفيد من تلك الأرض ويجني منها الكثير. وإذا كان الثلج يضر الأرض فتلك تكون إشارة إلى الخسارة الناتجة عن القرارات الخاطئة والرؤية الضيقة للأمور. وإن كان الثلج متراكم على أرض معينة دون الآخرة فقد ينذر ذلك بقيام حرب على تلك الأرض أو نزاع عليها. وفي حالة سقوط الثلج من السماء وغطى الأرض فهذا إشارة إلى البركة والخصب والنماء والخير. أما إذا ساقط من السماء ولم تنفع به الأرض فهذا يشير إلى ظلم الحاكم وقهر الناس. يرمز الثلج الأبيض في المنام الفوائد والمنافع التي يجنيها الإنسان نتيجة لجهده وعمله والتي يحصدها لكونه يستحق ذلك. كما يشير الحالم بالثلج الأبيض إلى انقلاب السحر على الساحر وانطفاء لهب أعين الحاسدين وإحراز الغلبة على المعتدين. وعند رؤية الشخص للبرد فإن رؤيته تكون دل على الرزق الواسع والخير الوفير والعمل الجاد. وإذا شاهد الشخص بأنه ينام على برد الثلج فإن ذلك مؤشر على التعرض للعديد من المشاكل التي يكون الرأي سببا فيها. وإذا رأى الشخص مقدار كبير من الثلوج فوق رأسه فهذه إشارة إلى مواجهة الكثير من الأزمات التي تتطالب من الرأي أن يخرج من القالب الذي صاغه لنفسه وأن يتحرر من التقليدية في الحلول. وتشير رؤية الثلج الأبيض إلى السفر الذي يحقق منه الرأي مسعاه وينال مقصده. إذا كان الثلج لونه أحمر فهذا يدل على الصراعات الدموية أو غضب الله، وإن كان الثلج أصفر فهذا يرمز إلى الوباء والمرض، وإذا كان الثلج أسود فهذا يشير إلى الفساد والظلم الذي يعم الأرض. عند رؤية الشخص الثلج على شكل مكعبات فإن رؤيته تدل على الرزق بالمال والعمل على تأمين الاحتياجات للأوقات الصعبة. ذات الرؤية السابقة إذا شاهدها الشخص وكان يعاني من مشكلة صحية فإنه دليل على الشفاء من المرض. وترمز رؤية المكعبات الثلج في المنام إلى المشاعر الكثيرة التي يكتمها الشخص في نفسه ولا يبوح بها إلا بعد فوات الأوان. وتعتبر هذه الرؤية أيضا عن الحلول الآخرة التي يلجأ إليها الشخص عندما يسوء الوضع ولا يجد خيار آخر سوى الرجوع إليها. وإذا رأى الشخص مكعبات الثلج الكثيرة دل ذلك على الأموال التي يكون الوصول إليها صعبا. وإن رأت أن مكعبات الثلج تسقط فوق رأسك فهذا يرمز إلى الهموم والمشاكل المتراكمة التي تحتاج إلى النظر فيها ووضعها في أعين الاعتبار. وقد تكون مكعبات الثلج إشارة إلى الحقائق المخيبة للأسرار المكتومة، فتكون رؤية ذوبان هذه المكعبات دلالة على كشف هذه الحقائق وظهورها إلى العلن.
إذا رأت الفتاة العزباء أنها تتناول قطع الثلج جل ذلك على أنها تمتلك الكثير من الأموال ولكنها تنفقه في أشياء غير مفيدة لها. وقد يكون أكل الثلج إشارة إلى الوحدة والعزلة وكثرة الصراعات النفسية التي تدور في داخلها. تنسوناش إخواننا بلايك وشير وجزاكم الله عز وجل عنا خيرا، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وقبل النوم، ولا تنسوا قراءة سورة الملك قبل النوم، فهي المانعة والمنجية من عذاب الله في القبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.